ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وتنعاد عليكم الأيام بألف خير يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة العربية كلها إن شاء الله. استمرارا بقى للمقالب اللي أنا بعملها في أسامة، النهاردة أنا قررت إن أنا أفضل أستفز فيه على قد ما أقدر، يعني هخليه كده يعني يطق كده زي ما بيقولوا، هفضل أستفزه وربنا يستر أشوفه هيعمل ايه معايا. بس أنا برضو زعلانة إن هو ما جابليش فانوس. تعمل ايه يا اسلام؟ ايه يا حبيبي؟ تعمل ايه؟ مفيش، انا فاتح الفيس بس كده بشوف حاجات، يعني حاجات ايه اللي انت بتشوفها دي؟ عادي يعني بتصفح فيس اهو. والله مش هتقعد معايا يعني هتنك تتصفح؟ انا قاعد معاك اهو، وانا قاعد في الشارع. يعني قاعد معايا ولا بتتكلم ولا اي حاجة؟ يبقى ايه لازمتها القعدة بقى؟ وحتى ما قلتليش كل سنة وانت طيب، على الأقل يعني لا قلتلك على فكرة كل سنة. طيب من كام يوم. ايه المشكلة يعني يا ميرفت؟ ما تعملهاش حوار يعني، ما انت عارف انا مش شغل للبيت، وربنا الواحد اللي اعلم بيا يعني في الشغل. نفس الاسطوانة بتاعك كل مرة اللي بسمعها. انا قاعد معاك اهو، وانا بروح في حتة ما انا قاعد جنبك اهو وماسك التليفون 24 ساعة، ده اللي أنا باخده منك. كنت هتقولي كل سنة وانت طيبة في السحور، ولا كنت هتقولها لي امتى؟ مش هترد، أنا عارفة. كل سنة وانت طيبة يا ميرفت، ورمضان كريم. رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان بعد بكرة. ايه بقى؟ ده انا اللي بقول، ده انا اللي طلبتها. يعني انا بطلب منك، بقولك انت ما قلتليش كل سنة وانت طيب. طبعا ملهاش طعم يعني، على العموم وانت طيب. حتى امبارح سبتني انزل اجيب الحاجات، وفي الاخر جيتلي عشان تشيل معايا بعد ما لفيت ودخت، وتقول لي اصل انا عندي شغل وعندي حاجات وما اعرفش ايه، سايبني الف لوحدي في الحر. ميرفات احلف نعم، بالله كده، استهدي بالله، لا اله الا الله. وما تخليش اليوم يبقى عكنمي. بكرة رمضان، اول يوم رمضان، خلينا نتسحر واليوم يبقى زي الفل كده ان شاء الله، ورمضان كريم. ما احنا هنتسحر واحنا مش هنتسحر. ماشي، مش عايزين نبدأها كده رمضان بعكننة وحوارات. انا بعكنين، انا بقول لك على اللي حصل. يعني انت تسيبني الف لوحدي واتصل بك اقول لك تعالى يا اسامه وديني؟ هعمل مين ايه اللي طيب بيبعت غير لك ما انا كنت في رسالة؟ الشغل؟ ده اتصالات يا ميرفت، اتصالات، ايه شركة اتصالات. ايه ماشي تفضلي كده على طول يعني؟ ماشي. اتصالات فعلا. ماشي، اللي حتى ما قلت لي تعالي مثلا لما اجيب لك فانوس، عمرك ما جبت لي فانوس. حيالله رايح جايب لي البتاعه ديت؟ ايه دي؟ ايه دي؟ هي ديت مش تجيب لي فانوس بيغني؟ يعني دي مش عاجباكي؟ اه انا على فكرة حلوه انا جايبها للعيال مش ليك انت. كمان، وبتقولها في وشي. امال الفانوس اللي انا جايبه بره معلقه في البلكونة ده ايه؟ والزينة اللي انا معلقها ديت ايه؟ هو انت معلقها في الشارع بقى معلقها لي؟ يا ربنا، مش المفروض تفرحني اي واحد بيجيب لمراته فانوس ويقول لها كل سنة وانت طيبة؟ ادي اللي انا باخده منك، وتفضل تقول لي عايزة تتخانقي، عايزة تتخانقي، عايزة تتخانقي. معلش معلش، انا طالع المحكمة بكرة ان شاء الله، هبجيب لك فانوس. بعد ايه؟ هنكون بدأنا يا خلاص دي النيل، رمضان، هنكون طب ايه بدأنا طيب؟ هنكون بدأنا رمضان، انا اعمل ايه بقى بالفانوس؟ المفروض الناس بتقعد تشغل الفوانيس كده وتفرح ليلة رمضان كده، هعمل انا بايه؟ وبعد العيد بيتفتي الكحك، خلاص البهجة بتكون راحت خلاص. عايزة ايه يعني يا ميرفت دلوقتي؟ عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة نتخانق؟ انت مش عايزة اتخانق، انا بتكلم. أمال أنت عايزة ايه طيب؟ هو هيبقى لا كلام ولا خروج ولا، وصحيح ولا بقالك اصلا كتير ما خرجتنيش؟ نعم، اه نعم. ايه اللي بقالي كتير ما خرجتكيش دي؟
مش تقول لي تعالي حتى نروح نتمشى كده، شوف الاجواء بتاعت رمضان كده الجميله، ونشوف مش كنا الحاجات لسه في جرين الحلوه دي. بارك يا بنتي؟ انا مالي ومال دريم بارك؟ امال ده ايه؟ دي مش دي رحله ليها ملاهي، تخرجه دي ملاهي مش ما هي ملاهي ايه يعني؟ كنت عايزه اشوف الاجواء بتاعت رمضان زي ما كل الناس كده بتشوف، اشمعنى انا يعني. استغفر الله العظيم يا رب. وهنروح نجيب لبس العيد امتى؟ لبس العيد يا ميرفت؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي، ده احنا لسه يوم واحد رمضان، تقولي لبس العيد؟ ما هو لازم هنجيبه بدري عشان ما نتزحمش واللبس يتنقض ويبقى فاضل لبس لأي كلام معروفة يعني. طب ماشي بدري، ماشي. فين الفلوس؟ كمان معكش فلوس للبس العيد؟ امال ايه يعني؟ ما على يدك اهو، ما انت شايفه الدنيا ايه انا ماشيه مالي ازاي. اتصرف ايه اتصرف ازاي يعني؟ اروح اسرق ولا اعمل ايه؟ مش فاهم يعني. العيال ما يجي لهمش لبس جديد؟ يا ست، سيبيها على الله، محدش ضامن يعني. وانا عايزه لي طقمين مش حاضر واحد، حاضر عشان ما عنديش اصلا لبس صيفي. حاضر. حاجة تانية؟ كل ما اجي اكلمك في موضوع تقول لي ما اعرفش ايه. هو في ايه؟ بتزعل انت ليه من الكلام؟ يا ست انا ما بزعلش ولا حاجه، رمضان كريم. انت كل فاتح سنه وانت الواتس طيب. ليه؟ اخواتي بعتين رسائل بشوف. وبعدين هو فاهم، وانا كل ما امسك التليفون تقول لي انت فاتح ايه وبتعمل ايه؟ هو ده في انا ايه؟ بحب اطمن كده، انا بحب اطمن وانا قاعد، ما انا قاعده معاك وبتكلم اهوت، ولا معايا تليفون ولا معايا حاجه. ليه انت كمان انت بتنكشي في الغم، لا ما بنكش، انت بتدوري على الغم دلوقتي وبتنكشي فيه، لا فانا مش بحصر بنكش. الشر وبكبر دماغ. وبعدين ما جبتش لما انت جايب دي للعيال، ايه دي طمطم؟ ما جبت لهمش حاجه بتغني ليه ولا بتنور ليه؟ هقول اللي لقيته بقى قدامي. في حاجات كتير ما جبتش، ليه انت اللي تلاقيك بس ايه بتاع ده وفرت. هو انا بخيل يا ست؟ انا ما قلتش انك بخيل، بقول وفرت. طب وفيها ايه حتى لو وفرت يعني؟ فيها ايه؟ مش فاهم. طب انا عايزه فلوس، اعمل ايه دلوقتي؟ معرفش. استحملي ولا استحمل؟ انا معيش فلوس استحمل انا ازاي؟ ده مش ولا فاهم. انا معايا فلوس والله. انا بروح الشغل بالموتوسيكل وبرجع بالموتوسيكل، الله اعلم بقى لما البنزين يخلص من الموتوسيكل انا هعمل ايه. استحملي بقى عادي. وبعدين يعني سهله، لما البنزين بتاعك يخلص يبقى روح تعالى مشي المحكمه جنبنا، يا مع السفر يعني. طب هتكلم مين ده؟ واحد صاحبي يا مرد. عايز ايه صاحبك اهو؟ دلوقتي عايز ايه يعني؟ معرفش اهو. وبعدين محكمه ايه اللي اروح امشي واجي امشي؟ انت بتتكلمي بعقلك يعني؟ انت امال بتكلم بايه موزونه يعني؟ يعني وانت بتتكلمي كده وعقلك فيك ولا ايه؟ مش فاهم. محكمه اللي جنب مننا يا مرد؟ هو انا عامل محكمه فوق البيت؟ هروح ماشي واجي ماشي؟ جنبنا اهي. صح ماشي جنبنا اهي. هو احنا فين يعني؟ انا بروح ماشي واجي ماشي. انما انا معيش فلوس عادي. بقول لك يا ميرفت، تليفونك كده بينور في حاجه، شوف مين. تليفونه خلاص استريحتي؟ اكسره يا ريت. فيا ميرفت، مالك يا ميرفت؟ انت كنت كويسه يا ميرفت. هو انا انت كل يعني ما اجي اتكلم يعني معاك انت في صعبان حاجه عليك يعني؟ تلاقيني قاعد رايق شويه كده تيجي تعكنني عليا فيهم؟ فين الروقان ده؟ ما انت كل يوم قاعد ماسك التليفون بنفس القعده انا كل يوم بقعد ماسك بنفس التليفون؟ كل يوم بتيجي تتغدى وتنام وتمسك التليفون، هي دي شغلتك. بتعمل انت ايه بقى تاني؟ ما بعملش حاجة، ما بعملش. ماشي خلصت معاني خلاص ولا انت عايزة تفتحي في غم تاني؟ انا كل ما اجي اتكلم معاك في حاجة تقول لي بتفتحي في غم. لا اصل بجد مش معقولة والله. ايه دي اللي انا مش قاعد، كنت قاعد معقول؟ دلوقتي في حالي
عايز قاعد في حالك مفتوح ده قاعد مزاجي رايق. تتكلم معايا. وانا عشان انا لازم اتكلم معاك يعني يا ميرفت؟ امال يعني ما ايه؟ انا من ساعه ما جيت من الشغل اتغدينا وقعدنا كلنا سوا اتفرجنا على المسلسل وقعدنا وشربنا ياه، الشاي هو كده احنا وقمنا قاعدين مع علقنا بعض؟ الزينه والفانوس. في ايه بقى تاني؟ وانا فين؟ انا فين؟ هو اللي انا بعمله ده كله ايه؟ بعمله مع نفسي ولا مش بعمله معاكي؟ ماشي بس ما اتكلمناش في اي حاجه، ما قلتليش كل سنه وانت طيب. هو ده بقى ايه ده؟ ايه مزعلني. كل سنه وانت طيبه دي؟ مش فاهم. انا قلت لك يا ست كل سنه، كل سنه وانت طيبه. خلاص كده حلو. ما هو انت شغال على الفيس طول اليوم، كل سنه شغال وانتوا على الفيس. طيبين وتنعاد عليكم الايام بخير، كل سنه وانتوا طيبين لكل الناس وزمايلك بقى، ستات رجاله كله. انما بتيجي على مراتك بقى الغلبانه اللي قاعده في البيت، لا وبتبقى تقيله تقيله. امال ايه؟ كاني بطلب المستحيل منك. انما عندك خلق انك تقعد تكتب وترد على الناس وكل سنه وانتوا طيبين ومعرفش ايه وده وده وقرايبك ومعرفش ايه، انما مراتك لا. وساعتها تقول لي ايه؟ انت بتفكري في الغم، تحاوي الغم ده اللي انت بتعمله، واطلع غلطانه في الاخر. خلصتي؟ اه خلصت. يا شامر اعمل لي فنجان قهوة. مرفت مفيش قهوة اصلا، القهوة خلصت. قهوة اللي خلصت يا مرفت بشربها انا مثلا. قهوة اللي خلصت، انا لسه جايب قهوة اول امبارح يا مرفت. ما انت خلصتها. خلصتها ايه يا مرفت؟ قوم شوف. اما اشوف يمكن انا بضحك عليك وانت عارف ان انا ما بشربش القهوه. خلاص اصل بقول لك خلاص خلص. خلاص يا ست حقك عليا، ابعت البت الجاي. بت ايه اللي تطلع دلوقتي؟ دلوقتي ايه الساعه كام؟ هتطلع البت تتخطف مثلا؟ قوم روح انت، هات العشاء لسه ما اتدنتش. العشاء اتدنت والدنيا ضلمت بره، انا بخاف على البت. العشاء لسه ما اتدنتش. ايه اتدنت؟ عايز البنت تتخطف ولا يجرى لها حاجه؟ ولا الولد اللي بيضايقها واقول لك روح اشتكي لابوه، ترجع تقول لي معرفش ايه؟ لا يا بابا روح انت هات طلباتك بقى. طالما ده بقاله على نصر الشارع. ماشي، ما هو الولد بيضايقها في الشارع، قلت لك 100 مره قول لابوه وكذا مره، مفيش فايده. انت عايزين حر نروح بقى. اتخانق مع الناس عشان عيال، شويه عيال. لا الواد يضربها في الشارع عادي، الولد يضرب البنت عادي، وانت هتقول لي عيال. قلت لك روح اكلم امها. لما انتوا كلمته ستات تتكلموا مع بعض الموضوع هيخلص، كلمته اعمل انما لها لما انا انعتاب. اتكلم مع ابوها راجل لراجل الموضوع هيكبر. اه يكبر. واتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده، واقفليه بقى. طب خلاص انا قلت لك مش هطلع البت بالله، ما طلعهاش انا بالله. خلاص يا ستي مش شارب قهوه يا مروه. ماشي. كل ما اقول لك كلمه تمسكيلي عليها ليه؟ مش ده اللي بيحصل؟ الولد بيضرب البت في الشارع، هسيبها تطلع تنضرب وتيجي ماشي عشان سيادتك تشرب قهوة؟ خلاص يا ست انا هبقى انزل اجيب. ماشي انزل. خلاص ماشي. وبعت لك سم مكرونة وانت جاي. حاضر. وهات صابون وشم. حاضر. ما انت معاك فلوس اهو هتدفع. يا دي النيل، امال ايه معكش فلوس بقى؟ خلاص مش جايب حاجه. يعني انا عشان بقول لك حاضر وهجيب لك الحاجه اللي انت عاوزاها يبقى انا معايا فلوس وهدفع. اه يا ست معايا فلوس، معايا فلوس على قد اللي هتمشينا اكلنا وشربنا. خلاص قسمها بالنص بين انا وانت. انا معيش فلوس والعيال بتفضل تقول لي هاتي هاتي، انا معيش فلوس. بقول لك يا ميرفت قومي وسيبيني قاعد لوحدي شويه. طلع بقول لك قومي وسيبيني قاعد لوحدي شويه، عايز اقعد مع نفسي شويه. فيها ايه دي؟ لا مش هقوم. اللي قومي دي مش قايم. يا رب يعني انت هقعد مع نفسي شويه. انا عايز زهقان وهقعد مع نفسي شويه. انا قاعده اتفرج على المسلسل هيشتغل. يا ست هسيب لك انا البيت وامشي خالص. انت حر. مع السلامه. ايه رايكم بقى يا جماعه في الطريقه بتاعتي وان انا ازاي استفزيته؟ سمعتني انت بتقولي ايه؟
جمعت ايه؟ اي انهار ازرق يا ميرفت. ايه رايك في اسلوبي المستفز؟ انت كل دوت عمال تصور فيديو؟ ما جابليش فانوس والله يا جماعه، دي حقيقه ما جابليش فانوس. ما تقلقش انت مسرح شعرك، ما تقلقش شعرك متسرح. يعني انت عماله بتستفزيني وتنرفزي فيا؟ كل ده عشان ما جبتليش الفانوس، انا زعلان يا اخي. خلاص فانوس ايه بس وزفت ايه؟ هيشتم بجد، هيشتم بجد. فانوس يعني رمضان يعني مدي ده عليك قدام الكاميرا قاعد كده يعني؟ ايه هو انت كنت مديتها قبل كده من غير الكاميرا؟ قول للناس كل سنه وانتم طيبين. شايف البتاعنا عامله فن؟ قول للناس كل سنه وانتم طيبين. يلا انا هو كل سنه كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، واللي عايز فانوس المفروض الناس تجيب لي فوانيس عشان هو ما جابليش والله. والله يا جماعه عماله بتزود رصيدها عندي في المقالب، وانا اللي قلت ههدى شويه. هي كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله وبعود الايام. المهم هتجيب لي فانوس؟ هجيب لك فانوس. حاضر اهو، خليكم شاهدين. هجيب لك فانوس يا ميرفت. هيطلع من دماغك فانوس. بصي قول هتجيب فانوس قدام الناس عشان هتبقى ملزم ان انت تجيب. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ورمضان كريم، وتنعاد عليكم الايام بالف خير يا رب، وعلينا كده ان شاء الله يا رب. مع السلامه يا رب. قول للناس مع السلامه. ختموها مس يعني. بنبدا رمضان بمقلب. ماشي ماشي يا جماعه، للناس مع السلامه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ونشوف وشكم بخير ان شاء الله. استنوا بقى المقلب القادم. لا استنوه مني انا، مني انا، من انا مقلبي بتبقى سخنه اقسم بالله. صبره صبر بصراحة، بتبقى سخنة بصراحة. مع السلامة بقى يا جماعة، عشان هقفل الفيديو دلوقتي عشان انا ايه هتصرف معاها.